مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم. كاتب يتوقف عن الكتابة معللا ذلك بضيق الأفق الذي لم يعد مسموح فيه إلا برأي واحد وفكر واحد وكلام واحد، فالنقد لم يعد مسموحا به، وكذلك لاختلاف الرأي ولا يسمح إلا بالمديح على حساب الحقيقة على حد قول الكاتب علاء الأسواني. وآخر منع العمل الفني الذي كتبه وهو مسلسل أهل إسكندرية للكاتب والسيناريست بلال فضل من العرض، والذي قال مدير مدينة الإنتاج الإعلامي أن منعه جاء بناء على طلب جهة أمنية. وثالث أوقف برنامجه طوعية ربما، جبران احتمال، ولكن الأكيد أنه قال أنه يخشى على حياته وحياة أسرته عندما اتخذ هذا القرار، وهو باسم يوسف. هؤلاء الثلاثة لا علاقة لهم بجماعة الإخوان المسلمين، وربما ينطبق عليهم الآن ما قاله الكاتب الراحل عبد الله كمال في وصف الدكتور البرادعي رابطة عنق للثالث من يوليو، أي رابطة عنق للانقلاب حتى وإن أسموه هم غير ذلك. إلى أي حد انخفض سقف حرية الرأي والتعبير، وما الذي ينتظر مستقبل الصحافة وقد أصبحت مهنة تكلفك حكما بالسجن لعشر سنوات مشددة؟ ذلك طبعا إن حالفك الحظ ولم تكلفك عمرك برصاصة ضابط شرطة أو بلطجي مساعد له. السؤال الأهم هو من يملك صك الأمان من يد السلطة الباطشة؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيبكم عليها ضيفنا اليوم الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير صحيفة مصر العربية. سيد عادل أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. دعني فقط قبل أن نبدأ النقاش أن أنوه للسادة المشاهدين أننا نتلقى الآن أسئلتكم واستفساراتكم للمشاركة في هذا الحوار عبر هاشتاج اسأل عادل صبري عبر موقع التواصل الاجتماعي للجزيرة مباشر مصر فيسبوك وتويتر. سيد عادل صبري، بالطبع وقفت اليوم أمام خبر توقف الكاتب علاء الأسواني عن الكتابة، وبالأمس خبر منع أو يعني بالأمس القريب خبر منع مسلسل أهل إسكندرية من قبل جهات أمنية. كيف ترى مسألة حرية الصحافة وحرية الإعلام، سقف حرية التعبير عن الرأي مؤخرا في مصر؟ الخبر نزل علينا اليوم كصاعقة، لأن علاء الأسواني رغم اختلافنا الكبير معه في الرأي إلا أن علاء الأسواني من الكتاب المميزين في مصر وله جمهور واسع، وأيضا من الذين شاركوا كثيرا في صناعة ثورة 25 يناير. علاء الأسواني هو الذي مهد الأرض مع كثير من الكتاب مثل بلال فضل وغيرهم من الذين الآن يقصون جبرا وقسرا عن الساحة الإعلامية في مصر بصفة عامة. القرار الذي اتخذه علاء الأسواني ربما إذا كان طوعا ليس على فكرة من السهل على كاتب أن يتوقف طوعية عن الكتابة، لأن أنا من الذين تعرضوا لهذه الأزمة في جريدة الوفد قبل ذلك ومنعت من الكتابة عقب 30 يونيو مباشرة، وأعرف كيف أن المرء صحفي إذا ما منع عن الكتابة أو الكاتب إذا ما منع عن الكتابة، فبالتالي أن يعني عنقه كيف تدق يعني تدق بمبرد أو سكينة باردة. فأعرف تماما أن هذه الخطوة من علاء الأسواني لا تتخذ إلا إذا كان وراءها ضغوط كبيرة جدا. للأسف الشديد الحريات في مصر بصفة عامة تنتقص وتتراجع بشدة خلال الفترة الماضية، ورغم أن التعديلات الدستورية التي أجريت في الدستور 2014 فيها كثير من الأبواب المفتوحة لحرية الصحافة، ولكن الواقع شيء والدساتير التي تكتب شيء اخر. نعم. الممارسات التي تتم داخل الصحف نفسها شيء ثالث للاسف الشديد. نعم سيد عادل، يعني السؤال في الحقيقة أصبح مكررا ونسأله كل يوم على قضايا مختلفة، ولكن الكاتب علاء الأسواني اتفقت معه الجماهير والقراء أو اختلفت معه، ولكنه رجل له قلم مميز ويعني تحسب له مواقف وتؤخذ عليه أخرى. كيف يمكن أن يؤثر توقف هذا الكاتب وربط الكثيرين من متابعي لهذا الموقف بمثلا يعني مسألة انخفاض سقف الحريات، أو على الأقل في القريب منع مسلسل أهل إسكندرية للكاتب والسيناريست بلال فضل على صورة مصر داخليا وخارجيا؟ المشكلة توقف شخصيا علاء أسواني عن الكتابة، ومن قبله بثرت مقالات لعمرو حمزاوي وغيرهم من الصحفيين والكتاب التنوير في مصر وغير المحسوبين على التيار الإسلامي بصفة عامة، بل بالعكس منهم كان من يحارب
التيار الاسلامي مباشره مثل علاء الاسواني او عمرو حمزاوي وغيرهم من الكتاب الذين تعرضوا للبتر او للملاحقات بشكل او باخر. لكن هي المشكله الرساله التي تصل الى الجمهور العادي من توقف مثل علاء الاسواني ان لا حريات في مصر وان الدنيا ستضيق اكثر على الحريات في مصر بصفه عامه، والحريات هنا لا تطال كاتب لوحده ولكن تطال كل مصري منشغل بالامر العام والهم العام. الان عندما يدعو رئيس الدوله حاليا الجماهير للتبرع بمبالغ معينه او التبرع يعني بمساعده الدوله وهو امر واجب في كثير من الاحيان، كيف يعني يستجيب الناس لمثل هذه الدعوات اذا ما راوا ان ابسط امورهم وهي حريتهم تنتقد؟ الان كثير من الصحف تدار برجال اعمال وسياسيين محسوبين على النظام الحالي وشاركوا في 30 يونيو او 3 يوليو وكان منهم من وافق على المذابح التي ارتكبت ضد المصريين، وللاسف هؤلاء الان يطالبون الشعب بان يقف معهم ويساعد اقتصاد البلد، فكيف يعني يشارك الشعب في صنع ليست لدينا مشكلة مع مسألة التبرع سيد عادل، يعني نحن نرحب بأي شيء قد يخدم بلدنا، ولكن قبل أن يطالبوننا كمواطنين بالتبرع عليهم بداية أن يفكروا في تطبيق الحد الأقصى للأجور، الصناديق الخاصة، أن يتبرعوا هم بشكل فعلي. الرجل زاد مرتبه فقط قبل أن يأتي إلى الرئاسة من 12000 جنيه في السنة يعني إلى 41000 جنيه أو 42000 جنيه، يعني زاد تقريبا الضعف، فيعني من حقه أن يتحدث عن أنه سيتبرع. الجريدة الوحيدة التي نشرت أن الرجل يمتلك ثروة تقدر بالمبلغ الذين قالوه في ذلك الوقت صدرت، وأنت تعلم ذلك، صحيفة الوطن، وعلى الرغم من موالتها وأنها تنضوي تحت اللواء العام إلا أنها صدرت عندما نشرت ذلك تلك التفاصيل، وذلك يجعلنا نقف أمام سؤال: إلى أي مدى يمكن أن تهدد مقالة لكاتب، مسلسل لكاتب أو سيناريست أو مجموعة من الممثلين، برنامج تلفزيوني ساخر يعني تقدم فيه حلقة مرة كل أسبوع نصفها إعلانات، إلى أي مدى يمكن أن تهدد هذه الأشياء السلطة بالكامل وأمن مصر القومية وأمن مصر الداخلي؟ أولا مصر تفقد القوة الكبيرة التي كانت تمتاز بها خلال السنوات الماضية، وهي قوة ناعمة، وهي قوة الإعلام المصري الذي كان يحرك العالم العربي خلال السنوات الماضية. عندما يمنع باسم يوسف، وانا اختلف معه كليا في توجهاته وفي طريقه تناوله للنقد بالذات الشخصيات وتمثيله لشخصيات خاصه ما فعله خلال عام كامل خلال العام الماضي وقبل الماضي، ولكن باسم يوسف عندما اوقف برنامجه بهذه الطريقه طبعا ضاعت كثير من القيم الاعلاميه الراسخة داخل المجتمع المصري التي حصلنا عليها بعد ثورة 25 يناير. عندما يمنع مسلسل لسبب سياسي لا نعلمه، رغم أن القنوات التي اشترته دفعت ملايين لشرائه، وأن جميع الأعمال تمت تحت سلطات وإشراف الدولة ووفق على هذه الأعمال، ليس منع لمسلسل هنا، ولكن هو منع لأي أعمال تتناول حريات الأجواء الحريات في المجتمع خلال الفترة القادمة، وبالتالي صناعة كبيرة تهدد، وهي صناعة السينما، صناعة التلفزيون، والقوة الناعمة للدولة، ونهدد الأمن القومي الذي كنا أحد أدواته السينما في الستينات والسينما في السبعينات والمسلسلات في الثمانينات والتسعينات، وأيضا ريادة القنوات الإعلامية في الألفينات والعقد الحالي. وبالتالي مصر تفقد قوة كبيرة جدا، وهي قيمة عقولها المتحررة. نريد عقولا متحرره حتى وان اخطات، لان الخطا الاعلامي مردود والخطا في الحريات مردود، اما الخطا الانساني وهو القتل والتدمير والحبس وغير ذلك فلا، غير مرد، بالعكس يخلق كيانات مشوهه ويخلق مجتمعا منقسما ويخلق مجتمعا قابل للتناحر بشكل او باخر. فالاعلام الحريه لا تواجه الا بمزيد من الحريات، والحريه تحصن بقوانين تثبت قيم الحريات وتثبت قيمة الكلمة وتثبت قيمة الكاتب وقيمة الصحفي، لا يمكن أبدا حصرها من خلال المنع
لأن المنع يولد انفجار، والانفجار نعلم ما يجري. نعم. ونحن نتحدث عن ونحن نتحدث عن المنع، ونتحدث بصورة أكبر على صورة الإعلام المصري والصحافة المصرية والمنتوج الإعلامي، سواء كان تلفزيون، دراما، مسرحيات، أعمال ساخرة، كتابة صحفية، أخبار، كل هذه الأشياء. أنتم كجماعة صحفية، ما هو موقفكم من مثل هذه الأمور؟ منع بلال فضل، منع المسلسل الذي شارك في كتابته الكاتب والسيناريست بلال فضل، توقف علاء الأسواني نظراً، والرجل قال بشكل واضح أنه نظراً لانخفاض سقف الحريات ولم يعد مسموحاً سوى بالمديح ويعني البعد عن الحقيقة، باسم يوسف الذي قال في المؤتمر الذي عرضه أن يعني مؤتمر إعلانه لتوقف البرنامج قال أنه يخشى على حياته. الأمر أصبح أن الأشخاص يتنازلون عن أعمالهم وأفكارهم في مقابل الحفاظ على حيواتهم. أنتم كجماعة صحفية ما هو موقفكم من ذلك؟ للأسف الشديد الجماعة الصحفية أصابها ما أصاب المجتمع المصري من انقسام، بالعكس أنها قادت أعتبرها مسؤولية مباشرة عما حدث من مصر من انقسام في المجتمع خلال الفترة الماضية. وأنا كنت أقول ذلك قبل 30 يونيو لأن كثير من الذين من الإعلاميين شاركوا في ما حدث من انقلاب، شاركوا في ما يعني للأسف بشروا بذلك وكتبت ذلك في مارس قبل 30 يونيو الماضي، أن هناك من بشر بالحكم العسكر، من بشر بالانقلاب، هناك من فرح. فبالتالي حصل شرخ في وحدة الجماعة الصحفية، بالذات لأن كثيرين من الذين حكموا يحكمون نقابة الصحفيين هم محسوبون على التيار المناوئ للحريات بصفة عامة، وتاريخيا كانوا ينتمون إلى تيار ناصري كان كابتا للحريات، وهناك الكاتب عندهم الكاتب الأوحد، وهناك الصنم والفرعون وغير ذلك من الذين يعبدونه بشكل أو بآخر للأسف الشديد. وهذا الانقسام الآن نراه، وقد جاء دستور جديد يقيم يلغي وزارة الإعلام، وجدنا أن ألغيت وزارة الإعلام بدون أن تقنن الأوضاع الصحفيين أو الإعلام بصفة عامة، لم يشكل بعد المجلس الوطني لأن المجلس الوطني يتطلب قوانين من خلال البرلمان. فهذه الجماعة منقسمة الآن، هناك جبهات كثيرة واتحادات كثيرة ولكن لا فائدة منها على أرض الواقع، فهذه الجماعات لم تتحرك لمقتل صحفيين ولا سجن كثيرين منهم. قد أتقبل وأتفهم يا سيد عادل، قد أتقبل وأتفهم اختلاف الجماعة الصحفية فيما بينها في مواقفها السياسية، حتى وإن كان منهم من بشر بالانقلاب، من دعم الثالث من يوليو على أمل أن يكون ذلك تغييرا من وضع رأى أنه يهدد حريته وحقوقه وما يأمله من ثورة 25 من يناير. ولكن ما لا يمكن تقبله في هذه المرحلة أن يكون المنع جزاء للاختلاف، وهذا هو ما نتحدث عنه طوال الفترة الماضية. قد أختلف معك سياسيا ولكن ليس لك الحق في منعي من التعبير عن رأيي، التعبير عن مطالبتي بحقوقي. هؤلاء الكتاب والمقدمي البرامج والصحفيين يمنعون عن أداء عملهم فقط لاختلافهم عن السلطة العامة في البلد. للأسف الشديد يسيطر على الإعلام الآن اتجاه ينتمي تاريخيا إلى اتجاه اليسار. هذا اليسار للأسف كان في مصر في الستينات هو الذي ساعد على تأميم الصحف وساعد على كبت الحريات، وهو الذي صنع الكاتب الأوحد للزعيم الخالد خلال الفترات الستينات، وهو الذي يعني كان دائما للأسف شارك في معظم شارك في مقدمات 25 يناير، ولكن عندما جاءت الحريات بما لا تشتهي السفن وخلقت نجوما في تيارات كثيره بداوا يقلقون على مستقبلهم، خاصه ان منهم كانوا يديرون صحفا ومكاتب صحفيه وغير ذلك، لذلك يخشون اي تيارات اخرى سواء كانت ليبراليه او اسلاميه او غير ذلك، فهم الان يريدون العوده الى الوراء. الكاتب الاوحد، لذا تجدين كثيرا من الاعلاميين يشاركون في هذا الانقسام باعتبارهم يعني يتذكرون فكرة الكاتب الأوحد أو الصحفي الكبير الوحيد لرئيس الجمهورية. ونعلم أن الزمن لن يعود إلى الوراء، ومصر التي كانت تحكمها ثلاث جرائد الآن فيها مئات الجرائد،
نعم. سنعود مرة أخرى إلى الحديث عن نعم. نقطة ما الذي يمكن فعله في المرحلة القادمة على الأقل لمواجهة هذه الهجمة الشرسة، ولكن دعني أنقل لك أسئلة المشاركين والتي وردتك عبر موقع فيسبوك للجزيرة ومباشر مصر. علي الجزاوي يقول لك: ما هي البدائل الأخرى لممارسة الحريات في ظل هذا القمع العام؟ هل من حلول؟ أعتقد أنه هذا السؤال كان في خضم ما نتحدث عنه سابقا. مازن يقول لك: هل تعتقد أن حالة قمع الحريات والتضييق على الصحف وعودة الرقيب الذاتي الناتج من الخوف من بطش السلطة حالة مؤقتة للتمكين، أم أنها منهج حياة لدى السيسي؟ هذا سؤال في رأيي هام جدا الإجابة عليه. من باهر البهي: حينما تريد أن تكتب مقالا هل تفكر في سقف معين حتى لا يتم الزج بك في غيابات السجن، أم أنك تحاول أن توازن حتى يسمح لك أن تستمر؟ هذه الأسئلة الثلاث تحتاج إلى إجابات. الناتج السؤال الاخير، انا الان ممنوع من الكتابه في جريدتي المفضله والتي معين فيها، لان لا يعني بالامر لا استطيع تناول اي موضوعات تتعلق بالامور السياسيه او اي شيء يمس الوضع الحالي، النظام الحالي. ولكن احاول من خلال مبادرتنا الاعلاميه الجديده ان شاء الله ان نلتزم بالمهنيه، والمهنيه هنا للاسف ضائعه. كان معي، كنت امس في مؤتمر دولي واشتكى لي زميل من نيجيريا حاصل دكتوراه من جامعه القاهره، قال ان الاعلام المصري في حاله انحطاط شديد، وقد وافقته للاسف الشديد على هذا التشبيه الخطير، لان الاعلام المصري لا يلتزم في اغلبه بالمهنيه. علينا ان نلتزم بالمهنيه، علينا ان نصطف مره اخرى للمطالبه بحريتنا وحقوقنا، علينا ان نخبر النظام انه لا مستقبل هنا الا بالحريات، والحريه هي الضمانه الوحيده لمستقبل هذا البلد، وان الاصوات عندما تتناطح والاقلام عندما تتعارك هي افضل من العراق بالرصاص والمظاهرات التي تخرج بشكل عشوائي. وبالتالي سقف الحريات كلما زاد كلما زادت قيمه هذه الدوله في المنطقه. وما نراه الآن من نعم، ربما هذه الجملة الأخيرة والتي تتحدث عنها أن سقف الحريات كلما زاد كلما زادت قيمة الدولة يضعنا أمام السؤال الثاني والذي وردك من أحد المشاركين اسمه مازن، يتحدث عن: هل حالة القمع هذه حالة مؤقتة من أجل التمكين؟ فالكل يتحدث عن أننا في ظروف استثنائية، أم أنها ستكون واقع الأمر في المشهد المصري لسنوات طوال؟ يعني يعلم الله كم تطول أو كم تقصر، لأن ذلك هو منهج حياة لدى السيسي، يعني هو المنهج الذي تراه المؤسسة العسكرية عندما أتت إلى قصر الاتحادية. لن يستطيع أي نظام مهما أوتي من قوة أن يكبت الحريات الآن، فنحن في عصر السنوات المفتوحة وعصر الإنترنت المفتوح الذي لن يستطيع أن يوقفه أي نظام، وقد حاول حسني مبارك وقف الإنترنت لمنع ثورة، فقامت الثورة وعاد الإنترنت، وبالتالي القمع لن يدوم، وقد تكون هذه الفترة قاسية علينا جميعاً. ولكن هذا لن يدفعنا الى ان ندخل بحور، لان الذي يدخل بحور هو المصري، هو الفاسد، والصحافه عندما تنال حريتها هي التي تحارب الفساد وتحارب الوصول. بالتالي اعتبر علينا جميعا ان نتوحد ونقول الكلمه ونؤكد على ان الحريه. اذكرك فقط سيد عادل بان الانترنت والمواقع مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت هي ايضا قيد المراقبه، فاصبحت وزاره الداخليه مهتمه جدا بمراقبه تغريداتنا والبوستات التي تكتب عبر فيسبوك، ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي اصبح امنا قوميا لمصر ولا يمكن ان تتغاضى عنه وزاره الداخليه، وهذا هو السقف الذي كنت تتحدث عنه، انه اذا تم المنع في الجرائد فهناك الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وكل شخص عليه أن يفكر مرة وربما 10 مرات قبل أن يحكم عليه بالسجن 10 سنوات أو ربما 7 سنوات كما حدث بالأمس، أو أن يتلقى رصاصة وهو يسير في مظاهرة، أو أن يقبض عليه كالصحفيين الذين ألقي القبض عليهم في مظاهرة الاتحادية منذ أيام قليلة. لا أخفيك أن أي كلمة يقولها الآن أي إنسان في الشارع أو في مكتبه أو بينه حتى بين أسرته أصبح يتحسس هذه الأشياء جيدا، فما بالك بالذي يكتب على الورق ويكتب على الإنترنت أو يكتب في مواقع مشهورة مثل موقعنا. ولكن في كل الأحوال أعلم أن الأمور هذه لن تدوم، يعني لن يدوم جو الكبت، لأن الدولة في نهاية الأمر تحتاج إلى سمعة جيدة
لطلب المستثمرين من الخارج، تحتاج الى ان تنفذ القدر بشكل او باخر حتى لا ينفجر القدر في وجهها جميعا. الان نحن نضغط لكي نقول اننا عندنا مجال حد ادنى من الحريات، فعندنا يعني في على سبيل المثال في موقعنا كثير من الكتاب يكتبون من كافه التيارات السياسيه ولا نخشى في الله لومه لائم، تعرضنا لمضايقات كثيره، تعرضنا نتعرض لضغوط كثيره، ولكن لن نسكت لاننا على يقين اننا لا نخدم الا المواطن ولا نهدف الا مصلحه الامن القومي الحقيقي الذي يبحث عنه المواطن، وهو الاستقرار المجتمعي وهو التفاهم والحوار المجتمعي، بدلا ان نرفع النار في وجه بعضنا او نلقي بالحجاره في وجه بعضنا فنلقي بالكلمات. اذا ما كان هناك عقلاء فعليهم ان يتقبلوا هذا الامر. في واجد واظن ان هناك كثير من العقلاء ما زالوا في السلطه وما زالوا في كثير من الدواوين الحكوميه والدوله العميقه يريدون ان تعود الدوله الى مجراها، وبالتالي لن تعود الدوله الى مجراها الا حينما يوقن كل شخص انه امن على الكلمه والحريه التي يتمتع بها. نعم اعود بك مره اخرى سيد عادل. الحريات التي كنا نحصل عليها السنه حسني مبارك. نعم يعني بالفعل كان بلال فضل قد عقد مثل هذه المقارنة وقال أن ما يحدث الآن هو أسوأ مما حدث وقت وجود حسني مبارك في حكم مصر، ويعني لم يجرؤ عليه حسني مبارك في عز جبروته، وهو يعني هذا يضع علامة استفهام كبيرة وربما علامة قلق أكبر من ما نسير باتجاهه. ولكن عندما كان برنامج باسم يوسف قد تعرض المقدم نفسه إلى التحقيق والمساءلة، وعندما كانت هناك انتهاكات بحق عدد من الصحفيين وقت وجود الدكتور محمد مرسي في الحكم قبل أن يتم عزله في 3 يوليو، قامت الدنيا ولم تقعد، قامت نقابة الصحفيين. حتى الآن هناك قضية مرفوعة للتحقيق في مقتل الحسيني أبو ضيف، وهي القضية الوحيدة التي رفعت فيما يتعلق بمقتل صحفي. هناك صحفيين قتلوا قبل الحسيني أبو ضيف وبعد الحسيني أبو ضيف، لم يسمع بقاتلهم أحد عبر القضاء. لماذا لم تتحرك الجماعة الصحفية حتى الآن؟ وما هو موقف نقابة الصحفيين على الأقل؟ أريد أن أخبرك بمعلومة مهمة، أن الحسيني أبو ضيف رحمة الله عليه هذا يعني هذا الشهيد الذي سقط يتاجر بدمائه حتى الآن من الطيار الذي يقود نقابة الصحفيين. الحسيني أبو ضيف حتى الآن لم يحصل على حقوقه، ولم يعني لم تنتهي التحقيقات في قضية مقتله، لم يحصل على معاشه من الجريدة ولا نقابة الصحفيين ولا أي حقوق مالية لأستاذ حتى الآن. حتى الآن يتلاعب بهذه الحقوق لمجرد فقط أنهم يشهرون قضية أبو ضيف وينسون أحمد محمود أول شهيد سقط في 25 يناير وهو يعمل في مكتبه في دار التعاون ولم يكن ينتمي لأي تيار، وكان يعمل في مكتبه وقتل في بداية 25 يناير. هناك كثير من الزميلة ميادة يعني قتلت زميلتنا في الموقع، ولم يتم انهاء التحقيقات حتى الان ولم نعرف القاتل حتى الان، رغم وعد وزاره الداخليه كثيرا بتحديد القاتل. يعني كثير من الزملاء الذين اطلق عليهم النار والمحبوسين الان على ذمه القضايا لم يحقق بصفه نهائيه في قضاياهم. لذلك نعتقد ان هذه الاجراءات الخطيره هي تهدد الامن القومي المصري، لانها تهدد سمعه الامن القومي المصري وتهدد سمعه الدوله كدوله قادره على ان يلتف حولها الجميع وتتوقف عمليه شق الصف ما بين الصحفيين او بين المجتمع باسره. للاسف ان كثير من نقابه الصحفيين لا يفرقون او اعضاء الجماعه الصحفيه لا يفرقون بين انتماءاتهم او تبعيتهم لبعض رجال الاعمال وتبعيتهم لضميرهم والالتزام المهني الاخلاقي الانساني الذي يدفعهم الى الدفاع عن الحريات بصفه عامه. ما الذي تقوله النقابه سيد عادل؟ ما الذي تقوله النقابه عندما تذهبون اليها تتحدثون في مثل هذا الامر؟ يعني اعطني مثلا مثالا، ما الذي قالته النقابه؟ هل قالت النقابه ان من يمنعون ويقتلون يستحقون ذلك لانهم مختلفين عننا او مخالفين للراي العام الحالي؟ هل تقول النقابة أننا يعني لا نستطيع على الأقل الوصول إلى صيغة للحصول على حقوقهم؟ هل النقابة مكبلة مثلها مثل آخرين، أم أن النقابة متآمرة ومتواطئة مثلها مثل آخرين أيضا؟ أقصى ما تفعله النقابة هي إصدار بيان
واحياء ومره او مرتين تكلف احد المحامين بالذهاب مع اهل الصحفيين المقتولين او الذين تعرضون للحبس او غير ذلك. اكثر ما تفعله النقابه بيان من مسؤول احد المسؤولين في النقابه يصعد امام اجهزه الاعلام ليقول ذلك في احدى الفضائيات وبالذات الفضائيات التي تدفع بالعمله الصعبه. هذه المشكله الاساسيه. المشكله ان احنا يعني مجموعه الصحفيين لا يستطيعون ان يوصلوا كلمتهم للمسؤولين الا من خلال النقابه، فالنقابه تتخاذل في كثير من الامور ولا تتحرك. واذا ما اشتكينا للنقابه حتى على مستوى الفردي، عندما اشتكيت للنقابه مجرد خطاب للرد وصلني من النقابه بأننا منعت، لانني لا اذهب الى المكان بالرغم ان انا منعت من ممارسه عملي على سبيل المثال. ورديت على النقابه ذهبت الى النقابه ولم يردوا النقابه حتى بخطاب حتى الان. يعني النقابه لا تمارس عملها بشكل عملي مع اي حد سواء كان بشكوى او ببلاغ او غير ذلك، لان التصنيف حتى الصحفيين سوف نكون سياسيا. لكي نكون عادلين، لكي نكون عادلين سيد عادل، يعني يمكن ان تكون النقابه غير قادره على ممارسه ضغط، غير قادره على يعني تغيير واقع الامر. السؤال هنا هو هل النقابه لديها شيء بالفعل، لديها مصدر قوه بالفعل، سواء رئاسه النقابه، ممثل نقابه الصحفيين، ايا من هذه الاشياء او الاشخاص، هل لديهم مصدر قوه لتغيير ذلك الواقع؟ هل لديهم كلمه مسموعه بلا اساس، ام ان الامر كله اصبح بالسلطه العليا في البلاد؟ لا، النقابه عندما تستطيع، عندما تريد ان تفعل ستفعل. وقد فعلناها مع حسني مبارك في عندما اصدر قانون 93 سنه 96، عندما وقف الصحفيون واوقفوا هذا القانون الذي كان يقتل الحريات. واذا ما قارنا هذا القانون الان بما هو واقع فسنجد ان هذا القانون هو الجنه للصحفيين واصحاب الراي. الان يعني عندما تريد النقابه ان تفعل فيتفعل. نقابه الصحفيين وقفت للسادات عندما شرد الصحفيين وارسلهم الى باتا وغير ذلك. اذا نقابه الصحفيين وعلى حد قولك يمكنها ان تفعل شيئا لتغيير ذلك الواقع، ولكن هي لا تتحرك لذلك، ولا اعتبر ان ذلك قد يحتمل اسما اخر سوى التخاذل. دعني انقل لك بعض الاسئله التي وردت ايضا الآن. من أبو النور يقول لك: هل توقف علاء الأسواني عن الكتابة وقوله أننا في زمن المدح فقط، هل يعني ذلك أنه يمر بمرحلة استفاقة متأخرة أم أنها مزايدة بعد أن رفض وضع إشارة لمقاله في الصفحة الأولى؟ أنا لا أعرف التفصيلة الأخيرة مدى صحتها. من علي كمال الدين يقول لك: هل مرت الصحافة وحرية التعبير بهذه المرحلة المكارثية من قبل، وكيف تغلبت عليها، وهل تستطيع السلطة الجديدة أن تسكت كل الأصوات المرتفعة أم لا؟ سؤال أخير: هل تعتقد أن الأجهزة الأمنية تراقب الصحف حاليا قبل طباعتها، وتراقب الصحفيين وتتصنت على مكالمتهم وتخترق حساباتهم عبر الفيسبوك؟ يعني السلطة أعتقد أنها تتصنت على ما هو أكثر من ذلك، ولكن يمكنك أن تجيب. هو أول نأتي بالآخر، أن الصحف لا تراقب بشكل عملي داخل المؤسسات أو غيرها، لا يحدث إطلاق في أي مؤسسة حسب معلوماتي. ولكن هناك الرقابه تاتي من الملاك، تاتي من المديرين، تاتي من المسؤولين الذين يزايدون انهم يعني بعضهم يعتبر نفسه ملكي اكثر من الملك ويخشى على مصالحه، وبالعكس هم يعتبرون بعضهم يريد ان يكون ذراعا اعلاميا للسلطه باي شكل حتى لو كان خطا، لان بعضهم يزايد كما فعلت احدى المذيعات في قناه التحرير والتي زايدت على احد سفير اثيوبيا فأهانته بهذه الطريقة التي تسببت في أزمة سياسية بين دولتين يسعيان إلى حل مشكلة سد النهضة وعلى رأسها يعني رأس الدولة نفسها في الطرفين. فبالتالي هناك مزايدات داخل الأجهزة الإعلامية على ذلك، على سب الشعب. هناك من يوبخ الشعب ويشتم الشعب لأنه لا يذهب للانتخابات وشعب كذا وشعب كذا. هناك من يعني يسيئون الأدب مع الشعب. ولكن في كل الاحوال هذه السؤال الثاني لن يستطيع حاكم مهما كان ان يستمر الوضع على ما هو عليه، لاننا كما قلت نحن في عصر السماوات المفتوحه.
بعد بدات التلفزيونات حتى تاتي على الانترنت، فلن يكون هناك اجواء مغلقه. من فتره كانوا بداوا يشوشون على قنوات مثل الجزيره وغيرها، هذه الافاعيل لن تستطيع ان اي دوله مواجهتها الا دوله كبيره مثل الصين او غير ذلك تملك اجهزه تكنولوجيه ونظام خاص للرقابه او نظام داخلي يصنع نظام داخلي يوفر بدائل للحريات للشعب حتى وان مشت في مسار محدد. فالرقابه على الانترنت لن تتوافر لها الابواب ولن تتوافر لها الامكانيات الفنيه، لان مصر لا تصنع تكنولوجيا كما تفعل الصين، ولن تصنع وسائل يعني تمكنها من الحفاظ على المجتمع الداخل قوقعه لا يمكن الخروج منها. السؤال الاهم الاول وهو ان الصحفيين في مصر الان يتعرضون لضغوط علاء الاسواني. اي صحيفه تنشر لعلاء الاسواني من الفخر لها بغض النظر عن ما يكتب او ايماني بما يكتب، ولكن اي صحيفه يعني من مصلحتها ان تضع علاء الاسواني في صدر صفحتها الاولى، لانها تريد ان تخطف القارئ في بعنوان مقاله. فمن من الصعب ومن العيب ان نقول ان هناك مزايده من علاء الاسواني انه لم يجد اسمه على الصفحه الاولى او اشاره لمقاله، لان على الصفحه هي التي تسعى الى ذلك حتى تزيد مبيعاتها من الناحيه الاقتصاديه على الاقل. نعم. وبالتالي سيد عادل صبري على الاسواني هذا امتهان للوقت وامتهان لمقالته، وايضا يعني اختار القارئ انه لا يجب ان يذهب الى علاء الاسواني عقابا له. سيد عادل صبري، علاء الأسواني أو أي من الكتاب أو أي من الصحفيين أو أي من الإعلاميين لا أعتقد أنه يجب منعه بأي حال من الأحوال، اللهم إلا إذا كان ما يكتب فيه تحريض أو كذب أو يعني يخرج عن إطار الأدب واللياقة العامة. غير ذلك ليس لأحد أن يمنع رأي، ليس لأحد أن يمنع إعلامي من أداء مهمته، ليس لأحد أن يقضي بحكم بالسجن المشدد على صحفيين فقط لأنهم كانوا يقومون بعملهم، ولا أن يمنع مسلسل تلفزيونيا تم إنتاجه بالفعل لا ينتهك الحقوق والحريات في شيء من الظهور على التلفزيون، اللهم إلا إذا كان دكتاتورا لا يسعى إلى أن تكون بلده في طريقها نحو الديمقراطية. سيد عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. مشاهدينا، في نهاية هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. لكم تحياتي، أنا حياة اليماني، الجزيرة مباشر مصر، وإلى اللقاء.